افترضنا جدلا ان حل مشكلة العنوسة بتاعت البنات هيبقى من خلال تعدد الزوجات، فانا ليا تحفظ كبير على الرأي دوت، لانه ببساطة الرجالة اللي تقدر تتزوج من بنت او اكتر هيبقى تقريبا في سن الـ50، السن اللي هو يسمح له بانه يبقى عنده قدرة اقتصادية يقدر يتجوز بيها اكتر من واحدة. طيب لو افترضنا جدلا ان ده حل، بس ده حل مؤقت او مشكل لسبب بسيط، لان في خلاف كبير في مستوى الخبرة والعلم والسن يمنع التفاهم ما بين بنت صغيرة وراجل كبير الا حالات نادرة او حالات استثنائية وما نقدرش نعمل عليها القاعدة. اذا افترضنا ان احنا حلينا مشكلة عنوسة البنات، فاحنا خلقنا مشكلة كبيرة برضو اللي هي عنوسة الولاد. اولا في طاقة كبيرة عند الولاد دول، الطاقة دي هتعطل او هتتحول لطاقة مدمرة ليهم وللمجتمع. انت بتحرمهم من احلامهم، من ابسط الاشياء، ان هو يبقى له اسره ويبقى له كيان ويبقى له حبيبه ويبقى له زوجه. وبعدين يعني انا عايز اقول للدكتوره منى ان انا موافق على رايك وبحترمه جدا، ان الراجل يرتبط بزوجه واحده ده دليل التقدم والرقي، بس المشكله ان الخلاف اللي حاصل في البرنامج ده مش خلاف في الراي. المجتمع عنده مشاكل كبيره لازم يواجهها، عنده مشكله بطاله، عنده مشكله غياب هدف، عنده مشكله العلم والاخذ باسباب العلم عشان نتقدم. كل دي مشاكل احنا لازم نتعامل معاها بصراحة ونواجهها عشان نقدر نحلها. يا مدام ليالي، الشباب لازم ياخد حقه وفرصته، لازم ابواب الامل تتفتح قدامه بجد، لازم ابسط الاشياء اللي هي الزوجة والبيت تتحقق، ولازم نكف عن ان احنا نبقى اوصية عليهم، لازم هما اللي ياخدوا قراراتهم بنفسيهم. لو خدت بالك احنا كلنا ناس كبار عمالين نناقش مشاكلهم وهم ما بيتكلموش. الشباب مظلوم مظلوم مظلوم. قافلينه برضه، خايفين على الصوت عشان الصوت يا استاذه معلم. الست اللي انت جايبها دي بتاعت علم الاجتماع، عينها كانت في الغويشه اتكسرت اهي عشان تتبسط. اتفضل خد سلحها لي بقى. يا حرام، دي فلوس. معلش حصل خير يا مدام. على فكره دكتور يوسف لازم يكون ضيف الحلقه الجايه. ان شاء الله. برضه ابقى اتصل بيه شوفه كده. معايا النمره وهتصل بيه، بس حضرتك تكلمي بعديها ان شاء الله. بس فعلني مدام ليالي الحلقه سخنت قوي بعد مكالمته. يعني هو في ناس الكلمنجية دول بيحبوا كتير التسقيف. فعلا يا استاذه، الناس دي تموت في الشهرة والكلام في البرامج. بس على فكره مدام ليالي، ما تهقليش ان الدكتور يوسف من الناس دي. ايش عرفك انت؟ الاستاذه عندها حق، وبعدين ما يمنعش ان احنا نجيبه الحلقه اللي جايه، اهو على الاقل يتكلم في موضوع الادمان اللي هو متخصص فيه. لا بلاش حكايه الادمان دي. يا ريت تكلمه ياسر وتحدد معاه الموضوع. يا ريت نتكلم مثلا عن الطب النفسي، عن العلاقه بين الزوجين مثلا، المشاكل اللي بتحصل ان نتيجتها بقى من الناحيه النفسيه والعصبيه على الزوجين بيبقى ايه. الله عليك يا استاذه، فكره عبقريه. بس نضيف عليها كمان علاقه الحب قبل الجواز. عارف حضرتك موضوع شبابي كده، مواضيع الشباب هي اللي ماشيه اليومين دول. عندك حق. طيب انا هدخل دلوقتي اغير هدومي عشان امشي بقى، واتصل بيه ظبط معاه المواعيد. بس وانت خارج اديني نمره التليفون، اوعى تنسى. اوكي سلح الغويشه. عينيا الاثنين يا استاذ. انت تموت في القرع والكلام المزور. بقول لك ايه، ما تخليكي في حالك وتاكلي عيش احسن.
عواطف عواطف. سامحيني يا مدام، هحضر لحضرتك العشاء ولا حضرتك تخرج النهارده؟ لا لا، خارجه بعد شويه. اعملي لي عصير برتقال. حاضر يا فندم. بقول لك ايه، رامي جه من ساعتين وقعد في اوضته. اتعشى ولا لسه؟ قال ملوش نفس. طيب اعملي لي عصير برتقال وبعدين بيخش قولي له ان انا هنا. حاضر يا فندم. الو، ايه يا ياسر، جبت نمرة الدكتور يوسف؟ برافو عليك. قولي بقى كام؟ أربعة. ماشي تمام، ميرسي، تصبح على خير، باي. يا اهلا يا اهلا، يا خبر حقيقي. انا مش مصدق ان انت بتكلمي في التليفون دلوقتي. معقول الثقافه والجمال شخصيا؟ ده انت مجامل قوي يا دكتور. على فكره انا مش مجامل، ومستعد اثبت لك بالدليل على كل كلمه انا بقولها. وايه هو الدليل؟ لو اتكلمتي يبقى جمال الصوت والعقل، ولو بصيتي في المرايه هتلاقي لوحه ربانيه ما يرسمهاش غير الخالق المصور المبدع القادر. انت بتغازلني يا دكتور من اول مكالمه. لا 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 لا، انا مش بغازلك، انا بوصفك. واضح ان انا مش قدك. ثانيه واحده. خلاص يا ماما، خلصنا. خلاص خلاص خلاص، روحي شوفي رامي. الو، كنت بقول هروح فين؟ في استاذ الطب النفسي الكبير. ده حقيقي انت لطيف. يا مدام، يا استاذ رامي، ماما عليها السرير جوه. لحظه واحده. رامي 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 رامي، رد عليا. رامي رامي رامي، عملت ايه في نفسك؟ رامي انت بس بتعملي ايه وعم تتفرج على ايه؟ روحي شوفي شغلك. مدام ليالي، مدام ليالي، انت رحت فين؟ الو دكتور يوسف، الحقني يا دكتور. ايوه مدام ليالي، خير؟ في ايه؟ اخويا رامي، اخويا رامي ما عرفش كان قاله ايه. بتقولي ايه؟ مغمى عليه وما بيردش خالص، ارجوك الحقني. خد يا مصطفى. ايه؟ ما تيجي نتكلم في المكتب احسن، ما تقوليش، هو هيبقى كويس ان شاء الله. اتفضلي.